مرحبا. اختتمت مهرجانات صيدا الدولية دورتها الثالثة بأمسية حملت عنوان صيدا تحتفل بست الحبايب. الموعد كان عبارة عن تحية إلى بنت المدينة الفنانة الراحلة فايزة أحمد، واللي قدمتها فنانة دار الأوبرا المصرية رضوى سعيد بمرافقة 40 عازف من الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندري الحاج. التفاصيل مع الزميل عفيف الجردلي. التكريم هو تكريم للبنان ولصيدا وللفن الاصيل، وفايزه احمد فنانه اساسا من صيدا من بيت الرواس، وهي لها فضل كبير على تطور الموسيقى الكلاسيكيه العربيه. نحن كوزاره الثقافه ساهمنا بهذا الموضوع مع الست بهيه ومهرجانات صيدا، وبنتامل انه دائما يكون في تكريم لعظماء من تاريخنا، لانه هيك بنقدر نحفز الفنانين على أن يقتدوا قدوتهم ويساهموا بإنتاج فن عربي أصيل. هيدا كان كل شيء.